معانا ام محمد ونكمل بعدها. اهلا وسهلا يا ام محمد. السلام عليكم استاذ. وعليكم عليكم السلام السلام يا ام ورحمة. محمد، اتفضلي أنا ليا سؤالين لفضيلة الشيخ ولحضرتك أنت رضيع. اتفضلي يا ام محمد اتفضلي. اتكلميني بعد الهوا، أنا كلمتك مرتين وقلت تكلميني وما رديتيش علي. حاضر يا يا ام ربي محمد، يخليك، سامحيني يا ام محمد، انا اسفه، هكلم حضرتك. حاضر يا ربي يخليك، يا ربي يخليك. اتفضلي يا ام محمد. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك في عمرك يا فندم. يا فضيلة الشيخ يشهد الله والله نحبك في الله، من الدمعة اللي فاتت واحنا حاولنا نكلمك ما قدرناش والله. على راسي وعلى يا العين حبيبتي والرأس، الله خد الرقم يرضيك يا كنترول ام وتحت محمد. امرك يا فندم. ما انا عايزه نتكلم السؤالين لو سمحت بعد. اتفضل. اتفضلي اتفضلي. بقى نصلي الفجر انا وهتقبع عليا صلوات يعني، وهنحب نصلي الصلوات اللي عليا في الفجر قبل ما نصلي الفجر الجديد يعني. تمام، يعني حضرتك بتصلي من الفوائد. ايوه الفرض اللي فايتني من الفجر اللي عليا هنصليه قبل الفجر الجديد، يعني حلال ولا حرام؟ معلش يا ام محمد، انت بس تقصدي صلوات قديمة على مدار حياتك ولا خلال اليوم ولا ايه يعني بالظبط؟ لو في يعني الشهرية كده يعني ونروح نصلي الصلوات. بتعوضي صلوات ما صليتهاش قبل كده، ده قصدك يا ام محمد؟ ايوه ايوه استاذ دكتور، طيب انا برضه يا محمد سؤالك مش واضح قوي، انت القصد ايه، ايه يعني علاقه ده بالفجر؟ لو عليا فرض متاخره فيه تعبانه او الشهريه يعني تمام، اهو اروح. كويس انك سالت السؤال ده، طيب يا محمد، لا كويس احنا جدا. هنرد عليك ان ممكن كده في في معلومه لبس. واصله غلط. كويس جدا كده. في سؤال تاني يا محمد صح؟ ايوه بعد اذنك يا اتفضلي دكتور، انا اتفضلي. في حد يعني قريب له هندعي عليه على طول في صلاتي وكل ما يد لدن نتحاسبا فيه يعني. حد كان ظلمك؟ هو ابو ولادي يعني، هو لسه ابو ولادك على ذمتك ولا مش على، يعني جوزك ولا مش لا جوزك؟ حاليا وقاعدين في مطرح واحد والله، بس هو يعني مقصر مع اولاده والبت اللي راحت المدرسه يتريق عليها يقول لها على طول في الهوا طالعه المدرسه، وخمس بناتي معايا ومكافحه عايزه نعلمهم يعني وكده. طيب لكن هو جوزك، ايوه جوزك وقاعد معانا وعايشين في مع بعض البيت بس بقى. بتدعي عليه، فبتقولي حكم الدعاء ده ايه؟ ايوه ما عايش يعلم العيال والعيال عايزين يتعلموا يعني. تمام يا ام محمد، وبرضه يعني هنرد على حضرتك واسمعي، عشان موضوع الدعاء ده يعني سيدنا نوح دعا على قومه في اسباب معينه، فعايزاكي برضه تسمعينا للاخر يا ام محمد بعد اذنك. يا رب يخليك وترد عليا بعد الهوا الله يبارك لك يا استاذ. ربنا ربنا يبارك لك يا ام محمد، وانا والله هكلمك بعد الهوا ده، ده وعد مني. جميله قوي والله. طيب ام محمد الاول بتسال عن موضوع ده الصلاه، سؤال مهم جدا. وهي تقريبا عشان ايوه نوضح تمام هي تمام متخيله ان في وقت يعني لما في بيكون في البريود عذر شهري تقريبا. ان هي المفروض تعوض الصلوات دي، حقيقي. فده سؤال مهم وربنا عشان يبارك كده لها. قلت كويس جدا. ايوه فهي بتعوض له. اولا قضاء الفوائد، فاولى بالانسان ان يقضيه، ما يسيبهاش، لانها بينه وبين الله. فما فاته من فرض وهو صغير او في سن التكليف ولم يصليه في زمن متقدم فعليه ان يصليه. تمام. وافضل ما اتى به ان ياتي مع كل فرض فرض، فان يصلي مع الظهر وقتا قديما مع الحاضر اولى. اما العاده الشهريه او دم الحيض او ما يعتري النساء من بنات حواء فهذا قد اسقط الله عنهن الصلاه فيها خلافا للصيام. يعني لو واحده عندها العاده الشهريه او دم الحيض فتسقط الصلاه كليه ولا اعاده فيها، اما الصيام فعليها ان تقضيه. ليه؟ لان الله لم يشق على بنات حواء، ولا سيما هو الذي خلقهن بهذه الصورة، فسيكون ثقلا على المسلمة أن تصلي أسبوعا كاملا أو 10 أيام، وقد يصل أحيانا ل15 يوم، ففيه ثقل، فأسقط الله عنك التكليف في الصلاة. أما في الصوم فعليك أن تصوم. تمام. هي كانت بتقول بقى أن التعويض قبل الفجر أو بعد، هل الموضوع له علاقة جائز، بمواقيت؟ ولكن الأفضل أن يكون كل وقت في وقته. كل وقت في وقته. يعني العشاء مع العشاء والظهر مع الظهر وكده. طيب سؤالها التاني كان الدعاء على الزوج، الزوج مقصر فبتقول بتدعي عليه. أرى أنها بدلا أن تدعو عليه فتدعو له أن يهديه الله، ولا سيما أنها لا زالت زوجته، هي على ذمته، فإن دعت عليه فربما أصابها ما أصابه من الدعاء، فإن قالت حسبي الله ونعم الوكيل مثلا. تمام،
فأصابه فقر وأصابه مرض وأصابه عوج، فمن يكفله ومن يعوده ومن يعوله؟ بس حسبي الله ونعم الوكيل، احنا قايلين ده مش دعاء على تمام، حد، انا ولكن بوكل الأصل لله. أنك وكلت الله فيه، ايوه فندعيله بالظبط. ربنا يهديك، ربنا يرزقك. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل دي تفويض يا شيخ طبعا هي محمد، تفويض، انا بفوض ربنا بقى يربيه نعم بطريقته. أفوض المولى، ولكن الأفضل أدعو الله بما يصلح درجات. به الحال، ايوه هي طبعا عشان ناكد خاصة فكره. إن حضرتك زوجته لازلت على ذمته، لو طلق منه كلام تاني. طيب هي عشان بس الحته دي نغطيها، ساعات نعم الجزئيه دي نغطيها، فكره ان ساعات بيكون الانسان واصل لمراحل من الوجع عاليه قوي، فبيحس ان حقيقي. الدعاء على حد وأنا على نوع من فكرة التنفيس. أنا أشعر بها وأستشعر ما تقول، وأعرف تماما أنها بهذه الصورة على حسب ما نقلت ايوه أنه مستهتر،